ناموس المركز الثالث ب93 درجة، والناموس مع شلفة للمركز الثالث علي عبد الله مبارك المنصوري المركز الثالث. من مالك شلفة علي عبد الله مبارك المنصوري بأن يتفضل للتكريم. والناموس يا مالك شلفة يا المنصوري، منافسة قوية وشوط قوي وركن ثالث من أركان الذهب. سلام يا عيال زايد يا عزاز المقام، سلام يا القاده اللي شبحكم للعلا، الدار والشعب عايش في نعيم وسلام، وتراث الاجداد من دعم الرجال اعتلى. هذه هي الظاهره اللي تزدهر كل عام، مؤكد العز والتطوير ولا فلا، واجتمع واهل الحمر مع مالك الجهام، لان المدرج بجمهور زيان امتلا، لان المدرج بجمهور زيان امتلا. رجالك
عسامان عدا منهم عسامان خلا واجتمع واهل الحمر مع مالكين الجهم من المدرج بجمهور الزيان امتلا صاحب الانجاز صاحب النواميس علي بن عبد الله الربيع المنصوري ابو حمد يقول لك ناموس حصولكم على رمز من رموز مهرجان ظفرة. فن وفالك ان شاء الله. ابو حمد ما شاء الله شوط قوي ومشتريات ما شاء الله، اول ما اشتريته حصلته على ناموس، لما تدن هذا الناموس والانجاز طال عمرك؟ نهدي هذا الناموس لصاحب السمو رئيس الدولة، ونشكر حكومتنا الرشيدة على هذا الصرح العظيم ملاك الإبل المجاهيم والأصايل، وهذا موروث يجب الاحتفاظ فيه، ونشكر حكومتنا اللي سهلت الأمر ورتبت بعض التراتيب والإنجازات لنجاح هذا المهرجانات. فالشكر للإدارة، إدارة المزاينة، جزيل الشكر، والشكر للجان ومن تعب في هذا المزاين، يعتبر من المزاين الأوائل في دول الخليج من ناحية الأنظمة والترتيب. ونشكر قناة السحرة على أتاحت لنا الفرصة هذه. أبو حمد ما شاء الله عودة حميدة لكم بعد انقطاع استمر فترة للمهرجانات ما شاء الله، وأول مشاركة رمز، ماذا يعني لكم هذا الرمز؟ هذا يعني طال عمرك نحن ماخذين استراحة محارب، ولا أكثر ولا أقل، ولا نحن من عشاق المزاينات ومن عشاق الإبل، ومن مؤسسة الحكومة الله يحفظها، وأنا من المشاركين طبعا وليس من المؤسسين، ولكن نحن مشاركات نسويها على حسابنا طبعا تشجيع للإبل. وقبل رابع العيد كانت عندنا مزاينة على نفقتنا الخاصة، ولكن هذه المهرجانات تبناها الدولة الله يحفظها، ونشكر الحكومة على الدعم اللامحدود في هذه المزاينات والمهرجانات الكبيرة. أقول لكم مبروك الفوز في أول مشاركة والفوز في هذا الرمز من خلال البقرة اشتريتها اليوم. شكرا، الله يعطيك العافية ويسلمك، والله يبارك فيك ويطول عمرك.